بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي جماهير الاهلي في كل مكان، اعظم جمهور في الكون. اهلا بكم في حلقه جديده من الاستوديو التحليلي. قبل ما ادخل بالتاكيد في تفاصيل مباراه النهارده، وهي مباراه تسليم درع الدوري العام للنادي الاهلي خالص التعازي للكابتن ايمن شوقي كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي ومقدم الاستوديو التحليلي، يمكن قبل دقائق قليله جدا من استعداده لتقديم الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وحرس الحدود تلقى خبر حزين جدا، وفاه ابن شقيقه منذ لحظات قليله. خالص التعازي لاسره الكابتن ايمن شوقي وخالص التعازي لعائله الكابتن ايمن شوقي، خبر حزين وخبر صعب جدا في توقيت صعب، لكن ربنا يصبركم، وموقف صعب جدا. ولكن هكون معاكم النهارده ان شاء الله لتقديم الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وحرس الحدود، والنهارده هذه المباراه في الاسبوع ال 33 من الدوري العام.